100 من نصيب سعودي اشتراها بسعر تجاوز 18 مليون ريال، ومجرد لمسها يكلفك حوالي 4000 ريال. هذه النسخة الألماسية من سيارة مرسيدس هي أغلى السيارات الرياضية في العالم، وهي مزينة بأكثر من 300 ألف قطعة من الألماس تغطي كافة أجزائها. وتبدو السيارة لناظرها كألماسة كبيرة مغطاة بكريستال من الشوارفسكي يكسو حتى إطاراتها وبنيانها.